مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شاهد من عدة أيام إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري، ده في نسخته الثانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. طيب إيه بقى أولمبياد الطفل أصلاً، أهميته، نسبة المشاركات فيه كمان؟ خلينا نعرف كل التفاصيل ده من أستاذة عزة الدري، وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس أيضاً الإدارة المركزية للطلائع. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا نهاوند، أهلا بيك حضرتك، منورانا ومشرفانا. وخلينا نبتدي مع حضرتك من البداية، يعني العنوان العام، وبعد كده ندخل مع حضرتك في التفاصيل. أولمبياد الطفل، أولمبياد الطفل هو كان حلم لينا كوزارة الشباب. عارفين أن ممارسة الرياضة منتشرة عندنا في مراكز الشباب، في الأندية، إزاي أن احنا يعني كنا عايزين نعيش الطفل. أولا أولمبياد الطفل المصري شرحه أن هو محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية الحقيقية اللي بتقام على مستوى العالم كل 4 سنوات. فقلنا ليه ما نعيش الطفل المصري الحلم دوت، إن هو يبقى بطل، يرفع علم بلده في منافسة، يعيش الأجواء نفسها. حلو. يعني بدينا السنة اللي فاتت النسخة الأولى، كان شارك فيها، كنا مستهدفين تقريبا قلنا 20,000. كنا فاتحين الاشتراك لكافة شرائح من الأطفال، يعني طفل موجود في مدرسة، طفل موجود في مركز شباب، في نادي، في دور أيتام، في معهد أزهري. طبعا التربية والتعليم والقطاع المعاهد الأزهرية كانوا شركاء معنا. ففوجئنا يعني مجرد الإعلان عن الحدث إن مشارك معنا 35,000 طفل. طبعا يعني كان تحدي لينا إن إحنا إزاي ننظم الحدث بطولة حقيقية، بمعنى الأطفال بيلعبوا في محافظاتهم كأنهم بيلعبوا في دولهم، بعد كده يتصعدوا على المستوى الإقليمي في 8 محافظات إقليمية كأنه رايح بيلعب على مستوى القارة، وفي الآخر بيجي القاهرة كأنه رايح الدولة المنظمة للأولمبياد بكل مراسم الأولمبياد الحقيقية. يجي حفل افتتاح رسمي، وحفل الافتتاح كان فيه ممثل طبعا بحضور وزير الشباب والرياضة، ممثل عن اللجنة الأولمبية، مراسم الافتتاح، رفع العلم الأولمبي، القسم الأولمبي، الحفلة الفنية نفسها، طابور العرض كأنه المحافظات الداخلة كأنها دول، كأن دولة يعني وفد بيمثل الدولة وداخل بيشاور للجمهور، يعني عايشناه الحالة والجو الأجواء. ده زي شوية المودلز اللي هي النماذج اللي بتكون في الجامعات، زي مثلا الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وكده. هي نموذج محاكاة. محاكاة حقيقية. تاني يوم بقى يعني بعد حفل الافتتاح بتبتدي المنافسات بقى النهائية. ده بقى في يعني كل لعبة كان بيحصل فيها المنافسة بقى اللي وصلوا للنهائيات، وبيتعمل مراسم التتويج في مكان اللي هو بيلعب فيه، وفي الاخر حفل ختام وتوزيع بقى، والولاد بقى بيبقوا كلهم جايين من محافظات. يعني عايزه اقول لكم فعلا يعني كلنا كنا سعداء بالحدث دوت. والحدث جه العام السابق يعني كان متزامن مع اعلان فخامه الرئيس باهميه الرياضه وان هي تبقى ماده اساسيه في المدرسه. يعني من حسن الطالع بقى ان الحدث جه مواكب. يعني حضرتك قلتي حاجه في منتهى الجمال والحلاوه اللي في الدنيا في وسط اجابتك على السؤال اللي فات، لما قلتي ان انتوا اهتميتوا بان انتوا تختاروا الشباب الاطفال او الناس اللي هيشاركوا في الاولمبياد من المدارس ومن النوادي ومن المراكز والمعاهد بالظبط، وقلت كمان دور الايتام. دي نقطه في منتهى الاهميه وجميله جدا جدا منكم ان انتوا حطيتوا دور الايتام ضمن حساباتكم. طبعا يعني عايزه اقول لحضرتك يعني دور ايتام، طفل بيلعب، ممكن يكون بيلعب مثلا كره قدم في قريه في نجع، يعني هو بيلعب، لكن كون ان انت تديله الحلم كده ان هو يمثل محافظته ويتصعد ويجي، يعني حضرتك اسرح بخيالك كده، يعني إيه انه عالم المحافظه بيترفع وعالم الدوله والنشيد الوطني، هي دي القوه الناعمه بتاعت الرياضه. يعني الرياضه ولازم يعني الفرصه من حق الجميع، يعني ما فيش مثلا حد نقدر نقول ان هو اتولد في بيئه معينه او ظروف معينه ان هو يحرم من فرصه ان هو يثبت نفسه او ينجح في مجال معين. فانا شايفه دي حاجه مش بس رائعه على المستوى الرياضي، لا ده على المستوى الانساني كمان. يعني انا بشكر تدعيم كمان للاحساس الأطفال دول بالانتماء لوطن. أشكرك وأشكرك أستاذة نهاوند. يعني تخيلوا في الدورة ديت إنه بيتعلم حاجات من الصغر كده بنغرسها فيه، إزاي يحترم المنافس أو يحترم الآخر،
ازاي يشتغل او يلعب في فريق، يعني كلها قيم انسانيه ونبيله يعني احنا محتاجينها، مش نقعد نقولها شعارات او كده، لا احنا بننفذها على الارض. بيتقابل مع يعني اطفال من كل محافظات الجمهوريه، يعني 27 محافظه ممثله. السنه اللي فاتت شارك في الاولمبياد 35,000، السنه دي مسجل يعني بالتحديد 60,702 طفل في يعني هنقول ايه 11 لعبه 31 مسابقه السنه دي ان شاء طيب الله. ايه بقى اكتر المحافظات بيكون فيها كثافه او اقبال، وفي نفس الوقت ايه اكتر الالعاب كمان يعني عشان نبقى عارفين؟ لا يعني عايزه اقول لك مثلا ايه، كره القدم فيها طبعا اقبال غير عادي، في العاب فرديه زي التايكوندو الكاراتيه العاب القوى فيها اقبال. احنا حقيقي السنه اللي فاتت كنا حاطين العاب زياده، حاطين السكواش والدايسلون بس ما لقيناش برضو اقبال كبير قوي، فالسنه دي يعني ضفنا ليهم بقى العاب تانية بحيث ان احنا نضمن مشاركه الناس كلها. بس يعني ملفت للنظر برضو لو تسمحي لي حضرتك، ان انتوا عملتوا ده بالفعل العاب مختلفه للاطفال من الولاد ومن البنات ما عدا كره اليد. لا كره اليد يعني انا هقول لحضرتك البنين بس. احنا السنه دي يعني خوفنا سن الاطفال صغير قوي من 12 ل 14 سنه، فخوفنا عليهم شويه لعبه كره القدم اليد يعني عنيفه شويه، فقلنا يعني نتلمس السنه دي نجرب كده مع الاولاد، والسنه الجايه تبقى برضو للبنات والولاد ان شاء الله. طيب دلوقتي اكيد في خطه للوزاره علشان انا ابتدي احفز الطفل ده بالذات اللي جاي لي من محافظه ما، وكمان اهله، لان الموضوع مش سهل، الاهالي برضو لازم يكون عندهم فخلينا نعرف حضرتك ازاي ده تم بقى من قبل الوزاره. طبعا عارف حضرتك ان الوزاره ليها 27 فرع لمديريات الشباب، بيتم الاعلام من خلال مديريات الشباب، من خلال المدارس، قطاع المعاهد الازهريه. انا عايزه اقول ان اولمبياد الطفل مش بس للطفل بس، انا يعني في اولياء امور كتير جدا ما يعرفوش ان ابنهم دوت ممكن يبقى بطل اولمبي، ممكن يمثل دولته ويطلع. انا بعمل رفع للوعي الاولمبي عند المواطنين نفسهم اولياء الامور. عايزه اقول لك يعني حفل الافتتاح السنه اللي فاتت احنا ما بقيناش لاقيين مكان في المدرج، الطفل جاي باسرته باسرته كامله. يعني البرومو اللي اتعرض الاول ده حفل الافتتاح العام السابق، يعني عايز اقول ايه، وزاره الشباب بتمتلك فرق فنيه للاطفال في جميع المحافظات، فالفرق المتميزه هم اللي عملوا حفل افتتاح، يعني في حاضرين وفي في اي بي كتير كانوا حاضرين، وناس بيقولوا ان هو يليق فعلا بافتتاح دوره اولمبيه حقيقيه، طبعا انجاز التعبير، لان طبعا الامكانيات دوره اولمبيه محتاجه امكانيات اعلى. بس مصر بتمتلك القدرات التنظيميه، واحنا يعني بنجرب نفسنا كوزاره الشباب ان احنا نقدر نعمل، لا احنا نقدر نعمل ونعمل كتير. وزاره الشباب اثبتت ده بشكل ما فيهوش مساحه للشك في كذا فعاليه رياضيه في الفتره الاخيره. حضرتك قلتي ان اولمبياد الطفل هو في الاول وفي الاخر محاكاه للدورات الاولمبيه بتاعه الكبار. هل احنا كنا سباقين في هذا الاطار، ولا في دول تانية كانت عامله برضو حاجات مشابهه لاولمبياد الطفل؟ اشكرك يعني طبعا ما فيش على مستوى على حد علمي، ما فيش على مستوى العالم اولمبياد للطفل، فاحنا على مستوى الشرق الاوسط ما فيش. ممكن يكون بيعمل نموذج يوم، لكن كون انها تتعمل دوره متكامله بحفل افتتاح برفع العالم الاولمبي بالقسم الاولمبي، الفكره يعني ممكن الفتره الجايه نلاقي ان في اتجاه عالمي لاقامه دورات اولمبيه بنفس المواصفات الاولمبيه بتاعت الكبار. والله اشكرك، يعني يمكن حضرتك بتقرا افكارنا، ويعني عايزه الكلام بيجيب بعض مش اكتر. والله بتقرا افكارنا، وعايزه اقول لحضرتك يعني اولا كل الدعم كان من دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبيدي مساحه للناس اللي بتشتغل معاه انها تبدا وتفكر وتحقق على الارض. احنا فعلا بنحلم كده، ان احنا بنحلم ان شاء الله يعني نخاطب اللجنه الاولمبيه المصريه، تخاطب اللجنه الاولمبيه الدوليه ونديها النموذج دوت، ليه ما يبقاش على مستوى العالم؟
بعدين الاولمبياد بيغرس في الاطفال حاجات يعني التشجيع الايجابي، احترام الاخر، يعني بيغرس قيم كانه معمل تفريخ لانتاج ابطال اولمبيين كبار بعد كده. بالظبط، الاتحادات بتيجي تاخد الواعدين، نقول ايه يعني، حتى ولي الامر بيبقى عينه على ابنه بعد كده ان هو يفضل معاه ويتابعه لغايه لما يوصله. يعني وحضرتك بتعملي دلوقتي او بتنشئي طفل سليم وإنسان سليم في المستقبل في دولة هي أصلاً اتجاه بتاعها نحو بناء الإنسان قبل أي شيء، يعني مش فكرة بس إن إحنا بنطور الشوارع والطرق وغيره، أنت بتبني إنسان. أفكارنا أشكر فعلاً. يعني تخيلي طفل أنت بتغذيه، بتشركيه في نشاط هادف، بتعلميه قيم إنسانية قبل ما تكون قيم رياضية، تخيل الطفل ده هيطلع شخص سوي متزن، يعني هنقول ايه، بيقبل الاخر، معطاء، بيحب يشتغل في جماعه، قيم كتيره جدا. فهي في اطار عنده ثقه بالظبط، بيحقق ذاته وعنده ثقه في نفسه. بس انا عندي سؤال استاذه عزه بقى دلوقتي، ممكن حد مثلا يكون متحمس جدا من الاهالي ان هو يخلي ابنه يشارك، ولكن ممكن يكون مثلا متعثر شويه ماديا، التغطيه الماديه بقى زي مين بيتكفل؟ خلينا نعرف وزارة الشباب. مفيش الأطفال، مفيش حد، يعني كل ده مجانا. بل يعني أنا أقول لحضراتكم يعني برضو مش من الكواليس، هي طبعا معروف إن اللي بيوصلوا المحافظات، زي مثلا أنت كنت سألتيني أكتر محافظة كانت مشاركة، طبعا إسكندرية يعني دي حقيقة. بس ده ما يمنعش ان في ناس من، يعني السنة دي احنا شايفين مشاركات اعداد كبيرة جدا من سوهاج، من الجيزة، يعني نقول ايه، كل محافظة بيمثلها وفد. الوفد دوت يا وزارة الشباب هتجيب له يونيفورم رسمي عشان يحضر مراسم الافتتاح ودخول الوفود. يعني عايزه اقول وزاره الشباب متكفله بكل حاجه، بملابس، بتحكيم، بانتقالات، باقامه واعاشه. بيوصل في القاهره تقريبا 900 طفل، ده النهائيات باهاليهم بطبيعه الحال. اهاليهم عشان يعني اهاليهم بيجوا يحضروا، هم بيجوا على حسابهم يعني. لكن الاقامه والتغذيه والتحكيم كله وزاره الشباب بتتكفل. كل اللي حضرتك بتقوليه كلام جميل، والانجازات كمان اللي انتم حققتوها اجمل واجمل. بس هل ده تم بالسهل ولا كان في عراقيل، كان في صعوبات؟ والله ايه نوع المشاكل اللي حضرتك واجهتيها؟ لا والله كان يعني بس هقول حاجه، ان الفكره في بدايتها طبعا بتحتاج منك جهد، انك تقعد تعمل جلسات وعصف ذهني، وازاي هننفذ النموذج دوت، وازاي تقنع الناس ان هم يجوا. طبعا يعني برضو كان في اول نسخه احنا كنا عاملين جوائز للاطفال 250,000. دكتور أشرف في المؤتمر الصحفي رفعها لنص مليون. yeah. فهو hey. يعني الجوائز hey. نص مليون جنيه، فده برضو حافز ان الناس تيجي. والناس خد مننا جهد، خد مننا بس سعداء يعني. ماشي، نص مليون جنيه للفايز الاول. كمجموع الجوائز hey. يعني ده غير يعني عايزه اقول ان احنا قفلنا باب التسجيل، لان كل ناس ما بتعرف عنه او كده عايزين يسجلوا تاني. فان شاء الله السنه الجايه يبقى اكتر. يعني على فكره دوت بدون الاعلان مثلا على السوشيال ميديا بشكل واسع، لكن ده كله عن طريق مدارس او قطع معاهد ازهريه او مراكز شباب او دور ايتام. جميل جدا. يعني لا بصراحة خلينا نقول شهادة حق، يعني سيادة وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي من الوزراء اللي نقلوا الوزارة نقلة نوعية. يمكن أنا وكريم دائما بنتكلم على ده لأنه هو يستحق. فتحياتنا لسيادة الوزير حقيقي، وشغل محترم من الوزارة. حتى تحاشوا إيه بقى في النسخة الثانية إن شاء الله؟ لا يعني هنقول إيه، هنتحاشى إيه؟ هقول لك. يعني طبعا النسخه الاولى اكيد كان في حاجات احنا يعني هنتحاشاها، وفي حاجات احنا هنضيفها. احنا ايه، اتكلم على الايجابي الاول، احنا هنضيف ايه؟ احنا هنبقى في ورش عمل للاطفال، دور الرياضه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه، هتبقى في انشطه مصاحبه كتير للاولمبياد يعني اما يوصل للقاهره. هنتحاشى ايه؟ يعني هنقول ايه، مراسم التتويج في الالعاب السنه اللي فاتت كانت بتتم في مكان واحد، احنا هنحاول ان احنا نقسم عشان العدد كبير قوي، ان يعني كل لعبه تبقى ليها مراسم التتويج اللي خاصه بيها. لكن غير كده حقيقي والله يعني
مش عشان المشروع، فعلا المشروع ناجح، بيسعد اطفال كتير، بيسعد اولياء امور، بيسعدنا طبعا احنا كوزاره الشباب طبعا. ان احنا بنحقق رؤيه الدوله ورؤيه القياده السياسيه كده في الاهتمام بالرياضه. طبعا هسألك اخر سؤال بقى استاذه علي، حضرتك بقى بتمارسي رياضه يعني في وزاره الشباب والرياضه، بتمارسي الرياضه؟ يعني انا عشان ابقى صادقه كده بنزل أيوة مع الاطفال. الشفافيه لا مشكور في الوزاره اولا يعني والله طبعا. يعني احنا وزاره الشباب والرياضه كل القيادات فيها تقريبا ما بتروحش يعني يعني تقريبا ما بتروح، فنقول ايه بنتلمس بقى اي نشاط زي الاولمبياد، ننزل نمشي نتحرك. واحده من المبادرات اللي بتحصل والفعاليات الكتيره اللي انتوا شخصيا بتنظموها طبعا، ماراثون حاجه كده جربتك صحتك احنا متابعينها من اول ما يعني طبعا. بننزل في مفيش جيم في الوزاره، مفيش فكره طبعا في جيم، بس يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنشتغل يعني ساعات كتيره قوي، وبعدين عشان احنا بنشتغل على الانسان وبنشتغل على الطفل بالتحديد، فعايزين اما بنعمل مشروع يعني فعلا عايزين نحقق فايده ونسيب بصمه، فتلاقينا بنقعد جلسات طويله جدا ونقعد نعمل عصف ذهني عشان نطلع فكره، فده بيستهلك مننا وقت. الحقيقه من خلال شغل الوزاره في الفتره الاخيره ان في يعني نسق عام انتم ماشيين في اطاره، في استراتيجيه، في رؤيه مستقبليه، في حاجه طبعاً. معمول بيها خطه مسبقه او ده يعني ده اللي بيتهيأ لي طبعاً. يعني استراتيجيه ويعني عايزه اقول ان دكتور اشرف يعني بالنسبه للطفل بالذات يقول يعني ايه انتوا اداره امن قومي، اداره يعني الاهتمام بالطفل دوت، لو احنا اهتمينا بعد كده يعني فهو فعلا في استراتيجي والوزاره ماشيه عليه، وبنسلم بعض قطاع الاطفال اللي هو النقطه اللي اتكلمت فيها الهواند مع حضرتك من شويه، فكره بناء الانسان المصري ده في صلب اللي حضراتكم بتعملوه. بالظبط وده يعني احنا بس مش بنبني بس في الرياضه، لا بنبني فكر، بنبني يعني هنقول ايه حاجات كتيره جدا، بنبني قائد يعني احنا بنبني حاجات كتير. كل التوفيق لحضراتكم استاذ عزه، واحنا عامه كبرنامج متابعين وزاره الشباب خطوه بخطوه، في كل التوفيق لحضراتكم. واتمنى تتابعوا بقى لان الفعاليات دلوقتي في المحافظات شغاله على مستوى الاقليمي، هتبقى يوم 26 سبتمبر، وتبقوا معانا بقى في الحفل الافتتاح الرسمي ان شاء الله. الكاميرا اكيد قناه الاهلي. استاذ عزه حضرتك نورتينا وشرفتينا، كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله.